يا صباح الخير مي، صباح الخير شاهد، بنصبح عليكم اليوم من هذه المنطقة المطلة على الصدع الزلزالي اللي كما ذكر محمود. هذه المنطقة هي منطقة طبرية ومنطقة أخدود اللي بتوصل حتى العقبة حتى تركيا، وبالتالي بنقول الحمد لله على سلامة الجميع، لأنه الهزة فعلا شعر فيها كثير من الناس هون في محافظة إربد، وكانت هزة يعني بتعرف دائما الناس بتخاف من اي هزه ارضيه، وبالتالي زي ما ذكر الاخ محمود انه لابد من انه الواحد يتريث وما يتسرع ويكون يعني داير باله على حاله ويعتمد على يعني رب العالمين اولا واخيرا. اليوم بدنا نحكي من هذه المنطقه شهد من ام قيس، يعني ام قيس التاريخ وام قيس الجغرافيا، ام قيس التاريخ التي تعود الى سنوات يعني مئات السنين والاف السنين، والجغرافيا التي تشرف على هذه المناطق من بحيرة طبرية في فلسطين إلى حتى جنوب لبنان وهضبة الجولان. فهذا التاريخ اللي بتتمتع فيه أم قيس لا شك أنه عظيم، وتاريخنا تاريخ الأردني تاريخ كبير وعريض على امتداد الوطن. اليوم نحكي عن مبادرات عديدة قامت فيها محمية غابات اليرموك، هذه المحمية اللي بتقوم الآن على زراعة بذور البلوط، وإحنا بنعرف قديش مهم جدا إنه يكون عندنا غابات، وقديش إنه نسبة الغابات اللي يعني للأسف ما بتتجاوزش 1%، فإكثار هذه الغابات وزيادة عددها لا شك إنها ستعطي جمال للطبيعة الأردنية. نصبح عليكم من منطقة أم قيس، ونقول إذا في مجال نأخذ الأخ محمود مباشرة لأنه الأجواء باردة، ويبدو أن المنخفض الجوي بدأ من المنطقة الشمالية والآن رياح شديدة. نصبح على الأخ محمود مباشرة. محمد ملكاوي، صباح الخير أخ محمد. صباح الخير، صباح الوطن الجميل، وباسم يوسف زرائي في الجمعية الملكية حماية الطبيعة برحب فيكم يوم جديد في محمية غابات اليرموك في أقصى ركن الشمال الغربي من المملكة الأردنية الهاشمية. أخ محمد، اليوم إحنا شايفين شبابكم موجودين اليوم حتى تقوموا بحملة لإكثار البذور شجرة البلوط، وإحنا نعرف شجرة البلوط شجرة مثمر، شجرة يعني معمرة، وشجرة يعني خصوصا في هذه المناطق موجودة بكثرة، فتحكي لي عن هذه المبادرة وكم شجرة راح تزرع تعملوا أو تزرعوا؟ نعم صحيح، ارتأت الجمعية الملكية لحماية الطبيعة بإدارة المحميات المختلفة في جميع محافظات المملكة، ومن هذه المحميات محمية غابات اليرموك اللي تأسست في عام 2010 بهدف حماية غابات الملول متساقطة الأوراق للشجرة الوطنية للمملكة الأردنية الهاشمية. طبعا مثل ما بتعرفوا أنه في مناطق ومساحات واسعة داخل المناطق الحرجية هي بحاجة إلى إعادة تأهيل، كانت سابقا اللي هي مستهدفة بالاعتداءات الحرجية سواء الراعي الجائر أو التغيرات المناخية أو التحطيب. الآن إحنا كفريق جمعية ملكية حماية الطبيعة محمية غابات اليرموك بنقوم تأهيل بعض المناطق أو المساحات الواسعة بإعادة زراعتها بالأشجار أو بذور. أطلقنا مبادرة اللي هي كتجربة وطنية وفريدة من نوعها على مستوى المملكة اللي هي زراعة ثمار البلوط أفضل من زراعة الأشتال البلوط. عملنا تجربة في العام الماضي تقريبا حوالي 30-35 ألف ثمرة بلوط، وكانت نسبة النجاح تقريبا 90%، فارتئينا هذا العام لزيادة الأعداد ضمن مشروع اللي هي الوكالة الألمانية والتعاون الدولي جي آي زد. صرنا زارعين لغاية الآن 100 ألف ثمرة ملول في مناطق مختلفة داخل منطقة المحمية لإعادة تأهيلها، ومن ثم لإعادة هي تأهيل الغابة حتى تصير متشابكة وقريبة من بعضها. مثل ما بتعرفوا أنتم الشجرة الوطنية هي متباعدة، ما يعني مساحات تقريبا الشجرة بعيد عن الأخرى 5 متر و10 متر، إحنا زدنا المساحات اللي موجودة هنا تقريبا على مساحة حوالي 500 دلم أو أكثر بزراعة ثمار البلوط، ومستمرون إن شاء الله فيها لغاية شهر نهاية شهر 2 في زراعة ثمار البلوط اللي هي الشجرة الوطنية للأردن
زيادة المساحات الخضراء في المحمية. يعني احنا شايفين انه احنا احتفلنا قبل ايام بعيد الشجرة، والشجرة شجرة يعني شو ما كانت هي شجرة مباركة، لانه نعرف قديش اهمية الغابات، اهمية الاشجار في حياتنا، اول شيء للبيئة، ثاني شيء بنستطل فيها، ثالث شيء ممكن تكون هذه الشجرة كمان جمالية. فمن ناحية البيئية كيف ممكن تحافظ الاشجار على البيئة وزيادة كميات الامطار، واحنا شايفين يعني كل مرة المطر بنزل عن سنة عن سنة. هو احنا بنعمل عمليه اللي هي تكيف مع اثر التغيرات المناخيه داخل المناطق المحميه باعاده تاهيل او زياده الغابات لانتاج الاكسجين للانسان ضمن هذه الثروه الوطنيه اللي موجوده عندنا بالاردن. طبعا بنقوم في متطوعين كمان موجودين معانا بقوموا بالزراعه حتى نرسخ اللي هي مفهوم حمايه التنوع الحيوي وزياده نسبه الغابات الرقعة الخضراء داخل المناطق الحرجية أو المناطق اللي غير مأهولة حتى بالسكان وبعيدة عن التجمعات السكانية، بالإضافة كمان اللي هي المساحات الواسعة اللي ما فيها أشجار أو ما فيها غابات. يا أخي محمد، كم مساحة يعني غابات محمية اليرموك واللي تشرفوا عليها؟ المساحة محمية غابات اليرموك اللي تقريبا 20.5 كيلومتر، يعني 20,500 دولم، 20.5 كيلومتر. هل الأشجار فيها متنوعة ولا بس أشجار البلوط فيها؟ طبعا فيها، هي آخر امتداد لغابات الملول مثل ما أنت شايف في كثافة شجرة البلوط، بالإضافة في نمط غاب الصنوبر الحلب المستزرع فيها 4 أنماط نباتية، ونمط النبات المائي اللي بصير مجاري الأودية والينابيع، بالإضافة للأنماط اللاغبوية مثل بتشكل اللي هي شجيرات وليس يعني متباعدة، بتكون شجرات مثل الزعرور والسويد والأشجار الشجيرات اللي ما بتكبر. يعني أخي محمد، كمان أنتوا هنا لأنه إطلالة رائعة جدا على بحيرة طبرية وعلى هضبة الجولان على آثار رمقيس، فعملتوا نزل بيئي بتسموه هنا حتى يعني السائح لما يجي يستمتع بهذه المناظر، ويعني مع الزميل مع الحموري لو فرجينا هاي النزل البيئية اللي عم تشتغلوا عليها. طبعا في العام 2019 حصلنا على تمويل من مجلس محافظة إربد مشكورين بالتعاون مع وزارة السياحة لإنشاء نزل بيئي لإيواء الزوار. طبعا زوار المنطقة اللي احنا فيها موجودين محمية غابات اليرموك، آلاف الزوار بكونوا موجودين عندنا في فصل الصيف وفصل الربيع في المنطقة هاي، وما في لهم أي خدمة سواء لإيواء وتقديم الطعام والشراب. الآن الطعام والشراب يقدمونا إياه مشكورين أبناء المجتمع المحلي للزوار مقابل أجر. الآن إحنا خلال العام إن شاء الله 22 راح نفتتح نزل محمية غابات اليرموك ونقدم خدمات للزوار من طعام وشراب، بالإضافة إلى مبيت وخدمة المسارات السياحية داخل المحمية. طبعا موقع جدارة أو أم قيس الأثري وهي أحد مدن ديكابوليس العشرة أعطى المحمية أهمية كبرى بالنسبة للزوار، فزاد عدد الزوار بسبب قربها من جدارة اللي هي المدينة الأثرية أم قيس. كم عدد النزل الموجود هنا عندكم؟ طبعا تم بناء 15 وحدة للمبيت، منهم 5 سويت وفي دبل وفي ترابل، بالإضافة لمركز للزوار ومطعم وصالة للطعام وقاعة للاجتماعات ومكاتب إدارة سياحية داخل اللي هي مركز الزوار. يعني تصميمها يعني أنا شايف أنه فريد، ممكن مختلف عن بعض المناطق اللي موجودة في المملكة، أنه جرين يعني بدكم تعملوها نظام الأخضر. جرين بيلدينج. ممكن بعد فترة أنه يتم إعلانها، لكن في عمل عليها الآن. إحنا بنعلن بالمحمية على القائمة الخضراء على مستوى العالم وملفاتها مرفوعة للاتحاد الدولي لصون الطبيعة، بالإضافة هنا النزل البيئي ممكن أنه ينعلن بعد فترة من الزمن بعد تشغيله، ممكن ينعلن أنه جرين بيلدينج بعد تشغيل اللي هو على الطاقة الشمسية، بالإضافة للإضافات الأخرى حتى يتم أو يكتمل شروط الإعلان على القائمة الخضراء.
شكرا أخ محمد، الله يعطيكم العافية. يعني زميلي شهد وزميلتي مي زي ما شفتوا، هذه منطقة جميلة بحاجة إلى تسويق، لأنه فعلا بلادنا يعني من أقصى الجنوب إلى أقصى الشمال يحوي العديد من الجماليات، سواء كانت آثار أو كانت جمال طبيعة. مصبح عليكم من مع هذه الأجواء اللي أصبحت باردة جدا في هذه المنطقة، ونقول صباح الوطن الجميل.